السلام عليكم، سعيد بالتواصل معكم اليوم في هذه الحلقة الرائعة، وأتمنى إن شاء الله أن تكون مفيدة ورائعة وتقدم لنا معلومات ومهارات معينة لنستفيدها ولكي نتمكن من اجتياز عقمنا المعرفي والوصول إلى معاني معينة في الرقي وفي التطور. هذا الكتاب اسمه لأن الإنسان فان، الطب وما له قيمة في نهاية المطاف، تأليف أتول غواندي، البروفيسور أتول غواندي، ترجمة عبد اللطيف الخياط. الكتاب هو ضمن منشورات عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب بدولة الكويت الشقيقة. الكتاب هو كما ترون عدد فبراير 2019، ترجمة الكاتب الدكتور عبد اللطيف الخياط. نعم، هو الكتاب يقدم أطروحة معينة في داخل الطب انطلاقا من دراسة الطب داخل الأنساق النفسية والاجتماعية، وكيف يمكن أن يكون الطب آلية عملية لصقل حياة الناس أو لجعل حياة الناس أكثر متعة وجودة وأكثر شوقا إلى الحياة، مقارنة بالوظيفة التي لعبها الطب فيما قبل أو في الفترة الحديثة، حيث كان الطب مجرد يقدم علاجات بسيطة. أما اليوم فهذا الكتاب أو هذا البحث الذي ألفه البروفيسور أتول غواندي فيقدم مجموعة من المهارات الأساسية التي تساعد على التفكير وعلى إعادة طرح السؤال حول الشيخوخة والمرض، وكيف يمكن أن يكون الطب اليوم يبحث في المعززات، ومن منطلق سوسيولوجية الصحة يمكن اليوم أن نتناول هذا الموضوع بدقة ووضوح. لذلك سأقرأ عليكم ما كتب بظهر الكتاب. لقد غير الطب الحديث، أخطار الولادة وإصابات الحوادث والأمراض المعدية من كونها أحداث عسيرة إلى أحداث تقع ضمن سيطرة الطب. يعني هنا يتحدث عن صيرورة معينة داخل الطب، وأن اليوم استطاع الطب أن يسيطر على مجموعة من العمليات التي كانت عسيرة من قبل، ولكن حينما يأتي الأمر إلى الحقائق التي تتمثل في الشيخوخة والموت وهي حقائق لا مفر منها، فإن ما يفعله الطب حيال هذه الأحداث هو عكس ما هو مطلوب منه. يكشف الدكتور أتول غواندي في بحثه الذي يجبر المرء على فتح عينيه على الحقائق ومن خلال بحثه الدائب والأحداث التي يستمدها من خبرته مع مرضى وأسرته عن المعاناة التي يسببها الإهمال، إهمال الطب لرغبات الناس التي قد يرغبونها فيما وراء مجرد الحفاظ على الحياة. ولا يمكن أن نعرف هذه الرغبات إلا بالسؤال، ونحن لم نكن نسأل، ولكن بإمكاننا أن نتعلم السؤال. إنه كتاب يستحوذ على كل انتباهك، فهو صادق وإنساني. إن هذا الكتاب المتميز الذي بدأ فعلا يغير حديث الأمريكيين عن الشيخوخة والموت يظهر لنا كيف أن الهدف النهائي ليس الموت الناجح ولكن الحياة الناجحة، وهي الحياة التي تستمر حتى آخر لحظة. الكتاب هو بالنهاية بحث علمي أساسي ركز فيه الكاتب الدكتور أتول غواندي على مجموعة من الآليات العملية والمعززة للسلوك الإنساني من قبيل علاقة الطبيب بالمريض، يعني passion and doctor. هذه العلاقة كيف يمكن أن نتحكم في هذه العلاقة وتساعد يعني بناء هذه العلاقة بطريقة أو بأخرى إلى تكوين ما يسمى إلى الوصول إلى العلاج، أو بطريقة أو بأخرى إلى جعل الناس يعيشون حياة أفضل. يعني اليوم الشيخوخة والموت والمرض والعجز عن العمل أو المرض أو التشلل أو أمراض عصيبة معينة قد تحول دون تحقيق الإنسان لمجموعة من الأهداف والأشياء في حياته، يعني قد تمنعه هذه الأشياء من إدراك المترادفات وكيف يمكن أن تكون هذه الأشياء معززة للسلوك الإنساني. لذلك رجاء، فالتفكير في هذه القضايا هو أمر أساسي ويدل على خبرة الكاتب أو الدكتور الباحث البروفيسور والأستاذ بجامعة هارفارد عن تعاطيه مع المرضى وكيفية تبنيه لعلاج معرفي سلوكي. هذا العلاج الذي يتمثل أساسا في تحسين العلاقة بين المريض والدكتور والطبيب، يعني إن كانت هذه العلاقة في أرقى درجات التفاعل الإنساني أكيد سيكون لهذا الأمر تأثير إيجابي على مصير أو مسار العلاج. لذلك
فهذا الكتاب ينبه إلى أمور أساسية، وهو ما يدرس أو ما يتعلمه الطلبة أو المتخصصون في سوسيولوجيا الصحة، علم اجتماع الصحة، الذي يعتبر تخصصا هاما وجديدا، والذي يركز أساسا على فهم هذه العلاقة وتأثير هذه العلاقة على الحياة الأسرية للمريض، وتأثير هذا الأمر على حياته الخاصة أو مصيره الشخصي، يعني كما قال في الكتاب، ولكن يظهر لنا كيف أن الهدف النهائي ليس الموت الناجح ولكن الحياة الناجحة، وهي الحياة التي تستمر حتى آخر لحظة، يعني أن يكون الإنسان صحيحا وذو قوة وذو نشاط وصحة جيدة إلى آخر لحظة من حياته. وهذا الأمر يتطلب أن تتضافر كل الجهود وأن يعمل الناس على تحسين هذه العلاقة. وهنا تتدخل أهمية أن يدرس الطلبة، طلبة الطب الميدسين، أن يدرسوا علم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا كأدوات مساعدة ومعززة لكي يتمكنوا من المجال الذي يقومون به، وليس مجال طب هو تقني ميكانيكي محض، وإنما هو مجال إنساني تفاعلي، يعني بناء العلاقة الإنسانية مع المريض يعد أحد الشروط كما كنقولوا في الرياضيات نيسيسير وسيفيزون، يعني أحد الشروط الأساسية الضرورية لماذا؟ أحد الشروط المهمة والأساسية الضرورية لكي يتمكن الدكتور أو الطبيب على محاصرة المرض وعلى مساعدة المريض على تخطي هذه الفجوة.